بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة قصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. إن من صور التكذيب المعاصرة بما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الشريف أن يدعي ويقول قائل بأن السنة النبوية المطهرة، يدعي هذا المدعي يقول إن السنة لم تدون إلا في القرن الثاني والثالث الهجري. الحقيقة هذا القول لا يصدر إلا ممن قل اطلاعه وقصر في العلم باعه، وهو جهل بين وعداء سافر لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الأمة، و اللي هيكون له عداء مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام هيسهل عليه الكذب والافتراء عليه وعلى سنته، أو إنه هيكون هذا النوع من البشر ممن يجرون وراء كل ناعق ليظهروا على الناس إن هم أهل علم وأهل بحث، ولكن الحقيقة أنهم أهل ادعاء. لقد أرسل الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وأقاموا سبحانه وتعالى مبلغ عنه في أنه يقوم بتعليم الأمة بالقرآن الكريم وبهديه الشريف صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى للأمة وللناس أجمعين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني إحنا أمرنا ناخد علم من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، من حيثيات هذا العلم إنه يثبت هذا العلم، فكيف ندعي بأنه العلم ده أو هدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب إلا في القرن الثاني والثالث؟ يعني ده محض افتراء. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يسارع إلى الأمر بكتابة القرآن الكريم، الوحي الأول، يسارع ويأمر بكتابة القرآن الكريم بين إيديه
حال نزول القرآن وبيتلوه على صحابته الكرام في صلواته وبيسمعوا في خطب النبي عليه الصلاة والسلام وفي أحواله والمواقف المتعددة، فيحفظه الصحابة الكرام في صدورهم ويكتبونه في صحفهم وسطورهم. الكتبة اللي من الصحابة كان موكول بيهم هذه المهمة. وبجانب ده جاء في القرآن الكريم الأمر الرباني بالكتابة والتدوين للعهود والمواثيق، تعليم للأمة إن أنتوا لما في الحاجات المهمة لازم يبقى في تدوين، في عهد، في دين، في شيء، في ميثاق لابد أن يدون. وده شيء مهم أحدثه القرآن في الشعوب والأمم، مش بس في أمة الإسلام. فجاء الأمر القرآني بأنه المسلمين يكتبوا الحاجات المهمة، فما بلنا بكتابة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيؤمر المسلمون بذلك؟ وبعدين هم يقصروا، يكتبوا القرآن وبعدين يقصروا في السنة، في كتابة السنة وتدوينها. قال الله تعالى آمرا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى نهاية الآية الكريمة. يبقى ده أمر قرآني بضرورة كتابة العهود المواثيق. بندي مثل أخطر الأشياء هي الديون، لأن الإنسان بيحاسب عليها حساب عسير. فدى صورة من الصور الإنسانية الحياتية التي لا يستغني عنها كائن أو إنسان في أنه يوثق الدين أو يوثق الأشياء المهمة. وهل هناك أخطر أو أهم يعني من السنة النبوية بعد القرآن الكريم؟ مفيش طبعا. القرآن الكريم ثم السنة النبوية الشارحة والموضحة والمبينة والمفهمة لما جاء في القرآن الكريم، اللي جاء مجمل، اللي جاء مختصر تيجي السنة توضحه، اللي جاء على صيغة الإجمال زي الأمر بالصلاة تيجي السنة توضحه، الأمر بالزكاة تيجي السنة توضح لنا أنواع الزكوات وخلافها عشان نبقى فاهمين كيف يكون النصاب ومتى يجب على الإنسان كذا وكذا، أحكام الحج والعمرة، أشياء كثيرة في حياة الإنسان المؤمن. الوحي الأول القرآن الكريم، والوحي الثاني السنة النبوية المطهرة. سيد الخلق ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ده بجانب إن القرآن نزل في أمة أمية لكن فيها مجموعة من الكتبة، والأمة دي رغم إنها أمية لكن هي متميزة بين شعوب العالمين بإن الإنسان العربي لديه قوة ذاكرة وحفظ مشهور بها في الدنيا كلها. وبالتالي احنا شفنا مدى حفظ العرب للشعر، واحنا كنا بندرس المطولات بتاعتهم وأشعارهم القديمة، وازاي العربي ده كان يعني كم الشعر اللي بيحفظه ده من أو حتى النثر، المقطوعات الأدبية الكثيرة والمطولات، هتسمى مطولات الشعر العربي القديم، وكانت بتقام عند العرب أسواق للأدب، ما كانوش ماسكين ورقة وقلم، كانوا من القريحة على طول، من الذاكرة، كان فيهم كتبة، لم يكونوا كثر لكن كانوا موجودين. وكان العربي هذا متدرب على الحفظ بطبعه، موهوب بشدة الحفظ. ورغم إنها الأمة اللي أمرت، أو إنها الأمة اللي هي لديها هذه القريحة وهذه الذاكرة وهذا العقل والصدر الذي يحفظ العلم، إلا إنهم أمروا كذلك بكتابة الوحي وحفظا وإخراج هذا الأمر المأمورين به للعالمين. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعني حول النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا بالمئات والألوف بيحيطوا بالنبي وبيتلقفوا الهدي، قاعدين ملاحظين ومركزين مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيقول إيه، كان بيسبح كم تسبيحة، كان بيستغفر كم مرة، قاعدين مركزين مع رسول الأنام صلى الله عليه وسلم، يلاحظوه في كل حركة وكل سكنة تصدر عنه عشان يتعلموها ويعملوا بيها ويوثقوها للأمة، لأن هم الأمة اللي هتحمل هذا العلم زي ما هو معروف ومفصل في كتب السنة والسيرة واللي هيبقى لينا وقفات معاه. لازم نعرف إنه القرآن الكريم وضع أساس تدوين السنة، القرآن هو اللي وضع أساس تدوين السنة حين
أمرنا في القرآن الكريم بالكتاب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الكرام أن يدونوها. صحيح أنا عندي أمر بتدوين السنة وعندي أمر بعدم تدوين السنة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن له فهم لازم نفهمه. هنيجي على نضرب مثال. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بيقول كنت، وخلي بالك من المروية، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. إذن مسألة الكتابة دي كانت موجودة، ما كانتش شيء مهجور يعرفه بعض الصحابة الكرام الكتبة اللي كانوا بيقوموا برضو بكتابة القرآن الكريم. فسيدنا عبد الله بن عمرو بيقول أنا كل حاجة بسمعها بكتبها. فنهتني قريش وقالوا لسيدنا عبد الله بن عمرو أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ أنت كل حاجة كده غضبان راضي تكتب وراه؟ فبيقول سيدنا عبد الله بن عمرو فأمسكته عن الكتاب، بطلت أكتب. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه، النبي شاور له على فمه وقال لعبد الله بن عمرو اكتب. هكذا قال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عمرو وقد كان من الكتبة، قال له اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. هذا الفم الشريف لا ينطق إلا الحق. سبحان الله، كتابة العلم هي من أهم الأسباب اللي بتحفظ العلم. والوحي الشريف علم عظيم. والحديث ده بيخبرنا إن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما بيقول كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، إن عايز أحفظه. وبرضو ادانا الحديث إنه الكتابة كانت موجودة في العهد النبوي، مش زي المدعين لما بيقولوا لا ده لم تكتب، لا كتبت. سيدنا عبد الله بن عمرو بيقول إن سبب كتابته كانت عشان يثبت الحفظ بتاعه. هو حفظه شوية مش زي الباقي، لأنه كان هناك حفظة مجرد يسمع الحديث خلاص ما ينساهوش، لكن اللي عنده ضعف شوية كمان كان بيحب يذاكر عشان يتنيه يقدر يستدعي الحديث وقت ما يحب. فمن أجل إن هو يثبت أو يثبت الحفظ بتاعه لحديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان بيكتبه. فبيقول لما عرفت قريش، يعني يقصد لما قال فنهتني قريش يقصد مسلمو قريش، وقالوا له أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ يعني هم منعوا سيدنا عبد الله من كتابة كل شيء يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. شبهوا أحوالهم أو شبهوا أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه بأنه بشر أو أنه مثل باقي البشر، إذا غضب حمل على من يعني يتكلم عليه بما ليس فيه، وإذا رضي تكلم في حق من يتكلم عنه بالثناء بما ليس فيه. يعني هم اعتقدوا أنه هو بشر يعني زيهم في كل حاجة، لما بيكونوا غضبانين ممكن تصدر منهم حاجة، أو لما بيكونوا راضين يسمعوا الثناء والمدح في فلان أو فلان. فهم قاسوا، كانوا لسه ضعيف الخبرة بالجناب النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام، أو لعلهم أمروه بذلك. يعني ممكن نفهم كده إنه النبي ورد عنه في موقف آخر النهي عن كتابة الحديث، وده احنا هنبينه، لأنه هو نهى عن كتابة الأحاديث في موقف آخر، كانوا بيكتبوا الحديث وبيكتبوا القرآن وقت نزول القرآن، فما ده ما ينفعش حتى لا يخلط الحديث بالقرآن الكريم، فكان ده سبب النهي وحنتكلم في هذه القضية. فلما نهت قريش، مسلم وقريش، سيدنا عبد الله بن عمرو فبيقول فأمسكت عن الكتاب، بطلت أكتب، أي فامتنعت. وبعد كده بيقول فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر له نهي أصحابه له عن الكتابة، إنه ما يكتبش الحديث وإنه امتنع بالفعل عن الكتاب. فكان رد فعل النبي أن أومأ بإصبعه إلى فيه، يعني شاور له على فمه. خلي بالك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بينبه
يعني أشار إلى فمه فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، أي يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرجع إلى كتابة الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وده إن بينبه إلى أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ما يخرج منه إلا حق، إنه هو معصوم صلى الله عليه وسلم على كل حال، سواء كان في غضبه أو كان في رضاه. وبرضه بيوجه الأمة، صحيح أنه النبي عليه الصلاة والسلام بشر، لكنه بشر يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت نهي النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا لحضرتكم عن كتابة الحديث في موقف، فقد ثبت برضو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة الحديث في مواقف أخرى كثيرة، وكلا الأمرين حق يحتاج إلى بيان هنوضحه في وقته إن شاء الله. لازم نعرف إن القرآن الكريم هو اللي منهج عقل المسلمين. لما أمر المسلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأمر المسلمين بالاعتناء بالكتابة. إيه اللي منهج العقل ده حطهم على ما هو درس ويوضح لهم إزاي يعيشوا، سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الأمم أو مستوى الشعوب، ومن هنا ظهرت بعد كده المواثيق والعهود وكتابتها وتدوينها والاحتفاظ بيها. فالقرآن الكريم ده منهج حياة أمر المؤمنين كده، ومنهج عقل المسلمين بضرورة التوثيق. فأبدع أهل الإسلام في مناهج البحث والفهم والتوثيق والنقد، لأن القرآن علمهم كده. لقد أحدث القرآن الكريم في المجتمع العربي بل وفي الإنسان بأسره تحول كبير في التدوين والكتابة والتوثيق للمعارف والعلوم. القرآن أخذ بإيد العرب خاصة والناس عامة إلى ضبط المعرفة والعلم عموماً في الصحف في الدواوين، تأثرا بمنهج القرآن الكريم في التوثيق، وبما كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بتوثيق ما يقوله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يكون ما يقوله المدعون من أن السنة التي كما قالوا بأن السنة لم تكتب إلا في القرنين الثاني والثالث الهجري، هذه شبهة باطلة مزيفة ليس لها أساس من الصحة على من يدعي أن يدرس وأن يبحث وأن يتعلم كما تعلم المسلمون الأوائل من القرآن الكريم كيف يكون المنهج العلمي في النقد، حتى مش في البحث والفهم بس، في البحث والفهم، لأن ده ضروري أن يتعلم الإنسان قبل أن يسعى إلى نقد ما يريد نقده، أن يتعلم أولا المادة العلمية ويقرأ قراءة واسعة، وأن يتتلمذ ويأخذ العلم عن أهله، ثم بعد ذلك يتعلم كيف يمارس النقد العلمي على أسس صحيحة. وكل ذلك تعلمه أهل الإسلام وأحدثوا به ثورة في مجال البحث والعلوم في العالمين، مش بين المسلمين بس، اتعلموا ده من كتاب الله تعالى القرآن الكريم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام. واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث
رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم مساء المشاهدين الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا قناة أون. مرحبا بالجميع. نذكر سريعا بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة ندي عمارة، دي صفحتنا وده اسمها. بنستقبل أسئلة حضراتكم على الصفحة. احنا بنذكر حضراتكم بمواعيد لقاء الأيام، احنا من السبت للأربع، من السبت للثلاث بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبنتلقى أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بنجيب على أغلبها في ذات الحلقة. إن احتاجت بعض الأسئلة إلى البحث بنرجئها إلى أقرب حلقة، ويوم الأربعاء هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بنستقبلها على صفحتنا، وكمان بنرد على بعض منها طبعا تباعا مش كلها مرة واحدة، وبنعرض كتابنا كتاب قلوب عامرة برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. وبننبه إن احنا ماشيين بالترتيب بس من سورة الناس إلى فوق هكذا، يعني ده السير بتاعنا. إحنا في جزء تبارك دلوقتي، نسأل الله القبول والتيسير ويعيننا على هذه المهمة. أستاذة نغم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إزاي حضرتك، عاملة إيه؟ الحمد لله يا أستاذة نغم، إن شاء الله بخير دايما. أسعد دعا. تفضلي. أبدا. الفرق بين النبي والرسول، إحنا جاوبنا السؤال ده يا أستاذة نغم. يمكن أنا ما كنتش موجود. طب حضرتك في سؤال تاني برضو مرتبط بيها. قوليلي. في سورة مريم، أيوة، اذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. معنى كده إن في رسول بس وفي نبي بس وفي رسول ونبي؟ حاضر. السؤال الثالث، سلف الساحة قدام المسجد الحرام أو المسجد النبوي، كده حضرتك يبقى أنا صليت جواه ولا صليت براه؟ في ساحة المسجد الحرام أو المسجد النبوي. والمسجد النبوي لما تكوني صليتي في الساحة من الداخل بتسألي كوني أيوة صليتي كمن صلى. حاضر، شكرا. السؤال الأخير، فضلي. كلمة نكير جت أكثر من مرة في القرآن الكريم، ما معنى كلمة نكير؟ حاضر حاضر، شكرا. شطورة أنت يا أستاذة نغم، ما شاء الله. أستاذة آية. أستاذة أيوة. آية أهلا وسهلا. ازيك يا دكتورة نس؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. في صديقة ليا كانت متزوجة وجودها يعني في أثناء نهار رمضان كان بيعمل حاجات مش كويسة، وفي يوم عمل معاها علاقة في نهار رمضان، وهي دلوقتي مطلقة منه. فا ايه الكفارة اللي عليها وهي ما تعرفش هو يعني هو عمل كفارة ولا لا؟ حاضر. طيب ده السؤال. السؤال الثاني، السؤال الثاني، في واحدة وهي بتتخانق مع جوزها، كان هو وقتها كان ظالمها يعني بأفكار في دماغه كده، فقالت له حسبي الله ونعم الوكيل فيك عشان انت ظالمني. فهل ده حرام ولا في كفارة عن كده ولا ايه؟ حاضر، ماشي، شكرا. ست أم مريم، ازيك يا حبيبتي؟ اهلا يا ست الكل. عليكم السلام ورحمه الله. انا قضيت البرنامج، ازيك؟ طبعا اهلا وسهلا. اهلا بيك ست ام مريم، انت وحشاني وحشاني، ربنا يبارك لك. امين امين. خلي لك مامتك واولادك كل حبايبي. امين امين يا ست الكل، وحضرتك طيبه. انا عايزه منك خدمتين. نعم، عايزه منك خدمتين. اتفضلي يا فندم. ادعي لبنتي ان ربنا ينجحك ويشفيها. حاضر. وادعي لخالتي الله يرحمها ماتت، عشان انت دعوتك مستجابه. يا رب يخليك، اللهم حقق. اسمها ام صلاح، وهي عينيك ام صلاح. حاضر، حاضر. ربنا يخلي. انا انا والله والله, والله باخد كل حاجه انتوا بتامنوني عليها محمل الجد. انت ربنا هيجازيك خير والله، ربي يشهد. حياتك وولادك عشان علمتينا دينا. امين امين. ربنا يخليكي لينا، ربنا يخليكي لينا، ربنا يخليكي لينا. شكرا شكرا. يخليكي للوطن العربي كله. يا رب يحفظك، يا رب يحفظك. الله يحفظك ويوسع مداركك، مش هطول عليك. اجمعين امين. شكرا يا فندم، شكرا شكرا. استاذه ندى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله يا فندم، الحمد لله. وحشني جدا والله. يا ستي لا اوحشك الله في الدارين ابدا، امين يا رب. اتفضلي. كان عندي سؤالين معلش حضرتك. ثلاثة ولا يهمك. انا بقول يعني هو الدعاء ممكن يغير القدر ولا لا؟ حاضر. والسؤال الثاني هو الميك اب حرام ولا لا؟ احنا جاوبنا سؤال الميك اب ده مرات عديدة. حاضر. حاضر. شكرا شكرا يا ندى. في معانا؟ طيب هنطلع الفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم، فنسال الله التيسير والقبول والاخلاص. آمين. مرحبا بحضراتكم. الأستاذة نغم كانت بتسأل عن الفارق، وإحنا قلنا قبل كده نذكر بيه، بين النبي والرسول. الرسول هو ما أوحي إليه بشرع جديد، والنبي متمم لرسالة من أرسل قبله. كل رسول نبي وليس العكس. يعني نقول إنه الرسول هو من أمر بالبلاغ، فهو الرسول وهو في ذات الوقت نبي. يعني هم كلهم أنبياء كرام، وإذا اتصف بالرسالة يبقى هو مبلغ لهذه الرسالة عن الله سبحانه وتعالى. يا ست نغم يبقى ما فيش عندي، يبقى أنا هفهم من هنا إنه كان رسولا نبيا، فأفهم هذا المعنى إنه كان يحمل رسالة لهؤلاء القوم وهو أصلا نبي يأتيه الوحي من السماء. بالنسبة في لو حضرتك في ساحة المسجد الحرام أو المسجد النبوي وبتصلي في الساحة، هل هذا كمن صلى يعني له أجر من يصلي بالداخل؟ طبعا لو الصفوف زي ما قلنا قبل كده يعني فيها اتصال متصلة من الخارج إلى الداخل، فأجر الصلاة الموعود حاصل إن شاء الله يا صاحبة السؤال. بالنسبة للأستاذة آية هنجاوبك السؤال الأخير غدا، لأن احنا بناخده بالفعل في التفسير، فعشان بس الوقت واحنا هنأكد على ذات المعنى تاني يا ست نغم. بالنسبة للأستاذة آية بتقول إن كان لها صديقة جامعها زوجها في نهار رمضان وهي الآن مطلقة منه، فبتقول هي مش عارفة إيه الكفارة اللي على الزوجة أو هذه المطلقة اللي كانت ساعتها زوجة هذا الرجل، إنه على الزوجة القضاء تقضي اليوم ده لابد عليها ان هي تقضي، ان هي تصوم فقط مع التوبة والاستغفار، اما الكفارة المالية يقوم بها الزوج صاحبة السؤال. هي المطلوب منها قضاء هذا اليوم مع التوبة والاستغفار للمخالفة. بالنسبة للسؤال الثاني بالأستاذة آية، هي بتقول انه واحدة بتتخانق مع زوجها وقالت انه ان هي اثناء الخناق حصل انه مشكله ما بينهم، وبعدين هي راحت قالت له حسبي الله ونعم الوكيل. طيب هي كده اخطات اذنبت. قبل كده قلنا لحضراتكم انه هذا دعاء، يعني ده ذكر دعاء اعتماد، معناه اعتماد وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ما فيهوش اعتداء ان شاء الله. ولو حتى كانت نيتها انها نقول دايما أقول حسبي الله ونعم الوكيل مع تحرير القلب، أن يعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، مش أنه يعمل كذا أو يبقى نية الإنسان حاجة، لا، التلفظ بحسبي الله ونعم الوكيل هذا ذكر اعتماد على الله وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، وليس في هذا الذكر اعتداء. الاعتداء بقى ربنا ينتقم منه، ربنا مش عارف، ده الاعتداء اللي منهي عنه شرعا وهو الاعتداء في الدعاء. أما أن يذكر الإنسان إذا أحس ظلما أو غبنا فذكر ربه بقوله حسبنا الله ونعم الوكيل أو حسبي الله ونعم الوكيل، هذا ذكر اعتماد على الله تعالى. بالنسبة حاضر يا ست أم مريم، هأكد أن احنا إن شاء الله في الذكر
والدعوات نتذكرهم إن شاء الله، وربنا إن شاء الله يشفي بنتك ويعافيها ويكتبها من أهل التوفيق والنجاح الحي الباقي، اللهم أمين يا رب. وكذلك إن شاء الله الست أم صلاح ربنا يغفر لها ويرحمها وتجاوز عن سيئاتها، اللهم أمين يا رب العالمين. وسائر موتانا وموتى المؤمنين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. الأستاذة ندى بتقول إنه بتسأل دعاء، هل الدعاء يمكن أن يغير القدر؟ ده هجاوبه بتفصيل شديد عشان ضيق الوقت دلوقتي في الحلقة المسجلة، لكن خليني أقول إنه القدر أو القدر أنا عندي الحتمي وأنا عندي المعلق، القضاء المعلق. القضاء المعلق ده الحتمي ده اللي هو مثبت في علم الله سبحانه وتعالى، قضاء المعلق اللي هو بتطلع عليه الملائكة بإذن من الله، لأنه هم دول أوكل إليهم المولى سبحانه وتعالى، أنهم بيكتبوا في صحائفهم فلان ده لو تصدق، فلان ده لو وصل رحمه يبقى عمره بدل يبقى أطول، إذا لم يتصدق يبقى عمره أقصر من ذلك. ده الدعاء ينفع، العمل الصالح ينفع في هذا القضاء المعلق على ما يفعله الإنسان، هو مثبت في علم الله، الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون من فلان وفلانة، هل سيصل الرحم أو لا، هل سيتصدق أو لا، هل هيكون من أهل كذا أو كذا، الله يعلم. لكن بيطلع الملائكة ويعلم الخلق ومنهم الملائكة الكرام، إذا تصدق فلان فعمره مثلا 80، إذا لم يتصدق فعمره 60، فالإنسان يتصدق فربنا يزد له في هذا العمر ويبارك له في عمره وهكذا. وحنفصل فيه القول بتفصيل في حلقة الرد على الأسئلة يا أستاذة ندى إن شاء الله. بالنسبة لسؤال الزينة، ما يبدو من زينة المرأة، الزينة من طبيعة المرأة، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقها مفطورة على حب الجمال والتجمل. الإسلام يردها على طبيعتها باعتدال، حتى لو إنها استعملت الزينة ده شيء طبيعي لأنها امرأة، فتستعمل ذلك بحد الاعتدال اللي هو ما يجاوز الحد في العرف، إن الناس لما تشوف تقول إيه ده شيء مبالغ فيه. القدر اليسير إحنا قلنا قبل كده، قلنا في قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، انقسم المفسرين إلى رأيين. رأي قال هو الوجه والكفين وظاهر القدمين، هو ده ظهورهم، ده ظهور زينة المرأة. والجزء الثاني من أهل التفسير قال الوجه والكفين وظاهر القدمين وما كان فيهم برضو وما كان فيهما من زينة، لأنه أباح للمرأة أن تكتحل، مش هيطلب منها لما تلقى أجانب أو تطلع تمسح الكحل، ده شيء مش طبيعي، وإنها لها قدر يسير من الزينة، هي بتاخد هذا القدر اليسير اللي بيخلي وشها صحي، لا مانع في ذلك. إذا تزيدت وعدت حد الاعتدال فهنا ندخل في المحظور يا صاحبة السؤال، فالاعتدال مقصد من مقاصد هذه الشريعة في الطعام والشراب والزينة واللبس والهيئة والتعامل في كل شيء، الاعتدال والقصد، يعني التوسط في التمتع بالطيبات التي يعني خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان، وأذن له في الصالح فيها أن يستمتع به في الدنيا، ويكن له أجر على ذلك إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وعين الله ناظرة إلينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد.
في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفا. اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا، اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا، اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا، إنك يا مولانا سميع، سميع، قريب، مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم أمين. استودعكم عناية الرحمن الرحيم.